كارثة هذه اللي وقع من نهار يوم الثلاثاء، وهذا الطفل الصغير اللي عنده 5 سنوات وطاح في هذيك الحفرة، ماشي تا شي بير اللي هو فيه مقومات البير، لأنه راكم شفتوه وتبعتوه بأنه يعني محلول من الفوق شوية، ولكن انت غادي كتهبط وكيضيق. حتى يعني اللي كاين هو أنه بالفعل كاين هناك واحد الطفل اللي يعني بين الحياة والموت، واللي كيعاني، وأي واحد فينا يدير راسو بلاصتو، ذاك البرد وذاك الخوف وذاك الظلمة، يعني 5 سنوات، وذاك الأم ولا ذاك الأب ولا ذاك حتى ذاك الجيران اللي حاضرين، ولا كل مغاربة، ولا حتى ما وراء الحدود المغربية، لأن كاين هناك واحد التضامن. حنا اليوم في المغرب في الحقيقة، وخصوصا يعني دزنا من واحد المحطات كثيرة، المغاربة مضرورين بزاف ومؤلمين بزاف، ولكن هذه الحادثة هذه جات زادت الآلام أكثر فأكثر. مع كل أسف شفنا الحادثة اللي كانت وقعت لواحد الطفل آخر عدنان، تقريبا هذه سنة بكاو المغاربة، يعني ما خلاو ما داروا، ولا كوارث أخرى، دوك الشابات اللي كانوا كيخدموا في ذاك المعمل اللي في الكراج اللي تحت وغرقوا في الماء، وما كان لا اللي ينقذ لا اللي حتى حاجة. بالفعل أول حاجة كتبادر للذهن، حنا بحال جميع المغاربة بكينا وتنطلبوا الله باش ينقذ هذاك الوليد ويرجعوا للحضن ديال الام ديالو، هذه الحاجه الاولى بعدا. ولكن ما وراء ذلك لكي لا يتكرر هذا الشيء اللي وقع، راه فين جات هذه الجهه؟ شفشاون من اجمل جهات الوطن، ولكن من افقر جهات الوطن. شوفوا ديك الحاله ديال الام والاطفال اللي معاها، وفين عايشه وفين كاينه، يعني كيف يعقل هذا الطفل ما عنده لعاب في وسط الدار، ما كاين روض فين يمشي، يخرج 5 سنين يخرج بوحده تيطيح في هذيك الحفره. وهذه حال الريف كله، وهذه حال الشرق المغربي، وهذه حال واحد العدد ديال الجهات من الوطن. ثم ملي كتوقع الكارثه ما كيتلقاش يعني ذاك المعدات، وما كتلقاش ذاك التدريب، كتلقى يعني في تكانات ديال هادو ديال رجال الاطفاء كيتدربوا كل نهار، واخا ما يكونش الحريق، واخا ما تكون حتى حاجه، باش يمكن لهم يدخلوا دغيا وبسرعه، وكيكونوا عندهم المعدات، لان دي حياه الناس، راه ما تلعبوش. الحق في الحياه هو اكبر واغلى، يعني اغلى حق. كيف يعقل اليوم احنا كنتقطعوا طرف بطرف نهار ثلاث؟ يعني كيفاش ما بقيناش كنقدوا الجلسه، ما بقاتش قادرين عليها ولا حتى حاجه، كل شيء كيترجى، وكنخافوا ندخلوا حتى الفيسبوك، تنتسناو شي واحد يعيط لنا ويقول لنا راه اعتقوه، راه خرج، راه بالحياه، راه لابس. وهذه حال جميع المغاربه، ولكن واش غنبقاو حنا عايشين بحال هكا؟ الاموال المغرب كتهرب للخارج، والفساد المبين، شحال ديال الالات خرجوا الفلوس ديالها وعمرها ما جات، باش يمكن لنا نحفروا بسرعه، باش يمكن لنا نتدخلوا بسرعه. كيف يعقل 24 ساعه ما قداتناش باش نعتقوا هذا الوليد هذا؟ يعني والله العظيم الا ما بقيناش لقينا الكلام، لانه الكلام ولا غير عبثي. اش غادي تقول من كلام؟ تقول الناس سرقت الفلوس باش ما تكونش عندنا جهويه حقيقيه، باش ما نقلصوش الفوارق بين الجهات، باش ما تكونش كل جهه مجهزه، باش ما يكونوش عندنا رجال المطافي والدرك متدربين ويتدخلوا تال نهار الرابع، عاد عيطوا لي سبيليولوج ولي يعني لي زانجينيو، خافوا ديك الحفره اللي يطيحوا داك التراب. هذا الشيء راه خصو التخطيط، دوله كلها غاديه بدون استراتيجيه، يعني هذا الشيء راه تيألم. وحنا راه تهلكنا، لان الدوله يمكن بعض الفاسدين كيعجبهم بحال هذا الحال، لانه كيستنزفونا يعني بالاحساس ديالنا اللي غادي صافي، ما بقينا قادين على والو. علاش؟ باش غدا ملي غيفرضوا التلقيح اللي هو ماشي اجباري، نقول لهم غير لقحونا، باش غدا يقتطعوا من الاجور ديالنا، باش غدا يمنعونا من التطبيب، باش غدا يمنعونا من النقل، باش غدا يمنعونا من العيش الكريم. اش هاد الحاله هذه اللي وصلنا لها حنا بعدا؟ يعني كتبان في هاد الكارثه هذه بان المغاربه عايشين كوارث كل يوم، ولكن بحال هاد الشيء هذا كيزيد يألمنا، ما خلاش لينا يعني ما بقاش فين يصبروا المغاربه. يعني علاش هذا الالم؟ كنشوف انا امهات في الزنقه وعندي الساده، واش عندك شي اخبار على ذاك الوليد؟ تخيل الناس كتبكي في المدن وكتبكي، علاش؟ لان بعدا شبعانه الم وما عندهاش الحقوق ديالها والحريات ديالها، ملي كتجي شي حاجه بحال هذه بالفعل كلهم كيزيدوا يتالموا. وهنايا حنا كنوجهوا اللوم للدوله المغربيه، كنوجهوا اللوم للدوله المغربيه اللي كتكون عارفه كل حاجه، علاش هذيك الحفره ما تسدش مثلا؟ هو بير جاف وراه جابوا باش سدوها، وداك الشيء هذوك المقدميه حاضرين غير اللي بغى يصوت على هنا ولا يصوت على هنا، حاضرين غير اللي اش بغى يدير. انا كنتذكر واحد المره كنت في زاكوره، دابا زاكوره باش تاخذ الدقيق المدعم اللي هو يعني ما فيه ما يتشاف، خاصك جواز تلقيح. مشيت للجهه ديال قلميم،